مشاهدينا الكرام صباح الخير، يسعد صباحكم بكل الحب والعافيه والبركات. من قطاع غزه جولتنا معاكم لليوم لحتى نعرفكم على مهرجان اثر الفراشه، هذا المهرجان يلي بيقام بدورته الثانيه لهذا العام واللي راح يتخلله العديد من الفقرات الفنيه كالعروض المسرحيه كالدبكه الشعبيه والعديد من الفقرات الاخرى يلي راح تساهم في احياء المشهد الثقافي في قطاع غزه واثراء هذا المشهد. لحتى نتعرف أكثر على هاي الفعالية مشاهدينا خليكم معنا. ودينا بعيد مدى دنيا الثقافية التي تقام اليوم في المركز الثقافي الأرثوذكسي العربي، إنما تأتي اليوم لتشكل الفعل الثقافي أو لتمثل الفعل الثقافي المستمر في فلسطين وبخاصة في المحافظات الجنوبية التي تصر على أن تذكي كل المنظومة الثقافية وأن ترفض هذه المنظومة الثقافية بكل الأشكال سواء كانت آداب أو فنون. فاليوم نأتي إلى هنا لنشاهد العديد من الفقرات الثقافية والفنية سواء على مستوى العروض المسرحية أو على مستوى المعارض الفن التشكيلي والدبكة الشعبية وإلى غير ذلك من الفنون والأداب. كل هذا يسهم في تأصيل الذات الفلسطينية ويسهم أيضا في تكريس وتثبيت الهوية الفلسطينية التي بات يتهددها الاحتلال الإسرائيلي من خلال النيل من الفلسطينيين عبر تقتيلهم في الشوارع وفي الطرقات، وأيضا عبر محاولة تزوير الثقافة الفلسطينية وتزييفها وخلق ثقافة بديلة عن الثقافة الفلسطينية الأصيلة. هذا يأتي أيضا في حرب الرواية، الرواية التي ما زلنا نثبت فيها الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية في مواجهة رواية النقيض. مهرجان أثر الفراشة في نسخته الثانية للعام الثاني، حيث أن العام الماضي عندما أقمناه كان يعني تلا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قلنا بأن الفنانين في قطاع غزة يحتاجوا إلى تقديم الدعم المباشر لهم بعد فقدانهم أعمالهم والعديد من اللوحات والمسارح التي تعرضت إلى العدوان في العدوان الأخير في قطاع غزة عام 2021. أقمنا نسخته الأولى وسميناه أثر الفراشة، وهي قصيدة للشاعر محمود درويش، حيث أن هذا العمل تم تقديم دعم فني للعديد من الفنانين والفنانات بقطاع غزة، وتناول الجانب المتعلق بالدعم النفسي للأطفال، حيث أن الأعمال الفنية كذلك ركزت على جهد له علاقة بالتشكيل الدعم النفسي للأطفال والأسر الفلسطينية بعد خروجها من العدوان. هذا العام تطور الموضوع إلى تعزيز شركاء أكثر، حيث أن هذا العام توسعت الشراكات وقلنا بأن الدعم سيقدم للعديد من الفنانين، وللعلم هم فنانين أفراد أو مجموعات فنية تعمل مع بعضها البعض. لذلك سنرى اليوم من خلال هذا المهرجان، وهو اليوم الأول والذي سيستمر يومين، اليوم وغدا، اليوم الأول سيتم عرض العديد من الأعمال أو نصف الأعمال التي تم لعدد نصف الفنانين، اللي يتلوه اليوم التالي يقدم به الأعمال الأخرى. اليوم سنشاهد أعمال فنية تم تقديم الدعم لها للإسناد الفناني اللي يكون في النسخة الثانية، وفي نفس الوقت سنشاهد أعمال أخرى
تم جلبها إلى المهرجان حتى تعطي هذا الرونق الوطني الفلسطيني، سواء كان من الدبكة الشعبية أو من المسرح أو من الغناء الوطني أو من الغناء الطربي. لذلك سنشاهد طربا عربيا وفلسطينيا في هذا المهرجان الذي سيعبر عن وجه قطاع غزة وعن وجه فلسطين بمجمله. طبعا احنا اليوم في ضمن مهرجان اثر الفراشه لتنفيذ مبادرات السيرك الاجتماعي. طبعا السيرك الاجتماعي هو بخاطب قيم من قيم الانسانيه اللي موجوده في مجتمعنا. حنكون اليوم نتكلم عن الطفل واحلامه وتحقيق اهدافه من خلال يعني فن جديد يعتبر في قطاع غزه اللي هي فن السيرك. السيرك كباقي الفنون الاخرى يحمل رساله قويه وذات معنى، خاصة أنه السيرك يشمل فقرات ومهارات عديدة مختلفة متنوعة بتم تنفيذها على خشبة المسرح، يحمل جوانب عديدة كجانب الطابع الثقافي الاجتماعي والثقافي الدرامي. طبعا السيرك هو ليش بيقول له صاحب رسالة في السيرك؟ لأنه السيرك يحمل معاني كبيرة داخل ثقافة مجتمعنا في قطاع غزة، خاصة اللي بيعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة ومتنوعة. فهذا المشاكل اللي احنا بنواجهها في قطاع غزة حاولنا اليوم على خشبة المسرح انه نعكسها عن طريق السيرك وعن طريق السيرك الدرامي كمان، يعني كان مزيج. اليوم رسالتنا من خلال السيرك الاجتماعي اللي هو انه احنا نوصل رسالة للعالم انه احنا شعب بيستحق انه يحلم ويحقق اهدافه وحلمه. هذا اهم شيء من رسالتنا اليوم من خلال مشاركتنا في مهرجان اثر الفراشة. مشاركين في مهرجان أثر الفراشة باسم فرقة مقام غزة. هاي الفرقة بتقدم يعني تقريبا موسيقى عربية بشكل كامل، غناء وموسيقى ولحن. طبعا اليوم كنا مشاركين احنا في هذا الحفل وشاركنا طبعا لنا عدة احتفالات يعني شاركنا فيه. الفرقة هاي بتقدم يعني موسيقى عربية قديمة. طبعا احنا يمكن يعني بنفتقد شوي هاي الموسيقى، خصوصا في يعني في الوقت اللي احنا فيه الان. اللي احنا بنقدمه حاليا الحمد لله يعني بنشوف في اقبال عليه من الناس، يمكن لانه زي ما حكيت لك مفتقدين هاي النوع من الغناء. يعني اليوم كله شيء ثاني، يعني مهرجانات اشياء اغاني ثانيه. احنا لا يعني بنحاول انه احنا نحافظ على هذا اللون، لانه هو لون الموسيقى الحقيقي. خليني احكي لك، ومش كمان احنا يعني مش بس انه بنغني وبنعزف، لا احنا كمان داخل بروفاتنا بتكون في عده اسئله بيننا وبين يعني زملائنا، انه مين اللي كتب هاي، مين اللي لحن هاي. بنفوت في الثقافه، في ثقافه الموسيقى القديمه. إذا مشاهدينا الكرام لهون بنكون وصلنا وإياكم لختام فقرتنا لليوم من مهرجان أثر الفراشة. بنتمنى أن الفعاليات يلي تخللت هذا المهرجان تكون نالت أعجابكم. تحياتنا لكم جميعا، وبالنهاية غزة جميلة لا تموت. شكرا على حسن المتابعة، يسعد صباحكم.